السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشاهد الآن عملية زراعة الذرة الشامية. يتم زراعتها في وجود الماء كما نشاهد. بعد حصاد المحصول الشتوي قام المزارع بحرث الأرض وتزحفها ثم استخدام القصبية وقام بعمل خطوط ثم شق القنوات وقام بري الأرض. لأن احنا دلوقتي يعني لما سألت المزارع لماذا قام بزراعة الذرة في وجود الماء، فقال إن الذرة كان المحصول الشتوي قمح، الذرة منزرع بعد قمح، ففي حبوب قمح كثيرة في الحقل، فإذا زرع عفير سينمو محصول القمح ويطغى على محصول الذرة. فهو روى من يومان حتى تكون حبوب القمح هذه الموجودة في المكان غير صالحة للإنبات، تموت بهذا المعنى وتكون سماد للأرض. إذن هذه عملية الزراعة. العاملات يقومن بالزراعة كما نشاهد. طبعا هنتكلم عن طرق زراعة الذرة. أنسب ميعاد لزراعة الذرة شهر مايو اللي هو شهر 5، ونحن الآن يوم 3 مايو 2020. طرق الزراعة: في طريقة زراعة عفير وفي طريقة زراعة حراتي. طبعا العفير كما نعرف جميعا تكون الأرض جافة، حرث، تزحيف، تقصيب، تخطيط، ثم الزراعة على الخطوط جافة ثم الري، ده العفير. ففي عفير على خطوط، عفير في جوار في حواض، عفير بآلات الزراعة، وهذه أنسب طريقة أو من الطرق الحديثة، بتوفر في التقوى وتعطي محصول عالي. أما الزراعة الخضير، الزراعة الخضير تختلف. حرتنا، زحفنا، قصبنا، عملنا الخطوط، بيتم ري الأرض ثم تترك الأرض فترة لكي تتحمل المشي ويتم زراعة الخضير. يبقى الخضير منها التلقيط خلف المحرات، الزراعة بالنقرة، التسطير خلف المحرات. يبقى في تلقيط خلف المحرات وفي تسطير، وضع السطور خلف المحرات، أو الزراعة بالنقرة التي نشاهدها. ولكن تختلف هنا أن الزراعة بالنقرة في وجود الماء، يعني ما يقومنا بالزراعة هنا يقومنا بزراعة النقرة ولكن في وجود الماء لظروف خاصة. هذه عملية زراعة الذرة الشامية. طبعا الزراعة كما نشاهد الزراعة في وجود الماء. هذه هي الشكارة الخاصة بالتقاوي الذرة الشامية. تقاوي معتمدة من وزارة الزراعة. ذرة ثلاثي هجين أبيض. طبعا أهم استعمالات الذرة الشامية أنها غذاء للإنسان، يتم خلط دقيقه بدقيق القمح لعمل الخبز، كما تؤكل الكيزان الخضراء مشوية وهي مرغوبة ومحبوبة، وتؤكل الكيزان مسلوقة أحيانا. هذا هو الذرة الشامية. الذرة محصول حبوب نجيلي يستخدم في الصناعة، حيث يستخدم في استخراج النشا واستخراج زيت الجنين، زيت الذرة، كما يستخدم الذرة في استخراج سكر الذرة أو الديكسترين والعسل الأسود. ومن الذرة يتم عمل أغذية للأطفال والتي يطلق عليها كورن فليكس.
كل هذا يتم بعد أن ينمو بإذن الله، أو تنمو نباتات الذرة بإذن الله، وهؤلاء هم العمال يقومون بالزراعة. هذا ما لدينا عن الذرة، ونشكر حسن المتابعة.